قال الناطق باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد ناقشا مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، منها احتمال عقد اجتماع بين الأسد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان. أنا مهتم جدا برأيكم حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل، وللأسف الأمر يتجه نحو التصعيد ونحن نرى ذلك. ونحن الآن نصادف خلال هذا اللقاء ذكرى 80 للعلاقة، لبداية العلاقة بين بلدين. خلال العقود الثمانية الماضية بلدينا مر بظروف معقدة جدا على المستوى الداخلي. كان هناك الكثير من التموجات في الأوضاع الداخلية والتغيرات الجذرية التي عصفت بالبلدين، ولكن العلاقة بيننا لم تهتز أبدا خلال كل تلك الظروف، وهذا يدل على نضج الشعبين والبلدين. وذلك أعتقد بتوقيت هذه الزيارة بالظروف التي تمر بها منطقتكم، منطقة أوراسيا ومنطقتنا بشكل خاص، وبالتعقيدات الكثيرة التي تتسارع بشكل يومي، هذا اللقاء سيكون هام جدا لمناقشة كل التفاصيل والاحتمالات والحلول الممكنة من أجل مواجهة هذه المشاكل. زعيم الكرملين فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء في قصر الكرملين يتحدث عن جنوح الوضع في الشرق الأوسط إلى التصعيد، بما في ذلك بالنسبة لسوريا. لقاء بوتين والأسد الذي تزامن مع ذكرى 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ودمشق يأتي في فترة يزداد فيها حديث التقارير عن إمكان عقد لقاء بين الأسد وأردغان في روسيا خلال أغسطس المقبل، الأمر الذي لم يذكره بيان الكرملين ضمن ملفات الحوار بين بوتين والأسد، كما لم تؤكد بحثه مصادر مقربة من وسائل إعلام روسية حكومية خلال اللقاء. حسب بيان الكرملين فإن العلاقات الثنائية بين البلدين كانت أبرز الملفات على طاولة المباحثات، بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو ودمشق والتي أشار إليها بوتين. الكرملين عقب اللقاء صرح على لسان متحدثه الرسمي ديمتري بيسكوف بأن بوتين والأسد تبادلا وجهات النظر على نحو موسع حول جميع المسائل المتعلقة بالوضع في سوريا والشرق الأوسط، فيما لم يكن الملف الأوكراني بينها.